بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو المرة دي لستيفن كوفي، وهو من رواد التنمية الشخصية. هو طبعا مؤلف الكتاب المشهور The 7 Habits of Highly Effective People، أو العادات السبع للناس الأكثر فعالية. وكان عامل كورس لناس كتير، ودي كانت ورشة عمل ضمن الكورس دوت. طبعا الكورس كان فيه بيشرح فيه ترتيب الأولويات، ورشة العمل ده عن ترتيب الأولويات First Things First، وبيتكلم فيها برضو عن الأربع أقسام. هو بيقسم المهام لأربع أقسام Quadrant 1 و 2 و 3 و 4، وكل واحد ليهم رمز معين. فهو طلع واحدة من استضاف واحدة من المشاهدين للمشاركة في ورشة العمل. بيسألها: انت حياتك مشغولة بالشغل والعمل؟ قالت ايوة. قالت انها في شركة عالمية لها بيزنس داخل وخارج امريكا. قال لها: هل في يوم حسيتي ان زي اللي بيمارس التزحلق على الامواج سيرفينج، والامواج عالية حواليه، وكل ما تخلص موجة يلاقي موجة تانية قصاده، ويفضل طول الوقت يهرب منهم ويحافظ على توازنه ويقف بعد السقوط وهكذا؟ قالت له: فعلا. قال لها: طيب ده مثال ليوم. انا عايزك تملي طبق بأكبر عدد من الحصى، الصغير والكبير، وملا طبق منهم بالحصى الصغير الأخضر اللي هو بيمثل الحاجات التافهة الصغيرة اللي في حياتنا، اللي عمالة تفضل تتراكم لحد ما تملا يومنا تقريبا. قال لها: الطبق بيمثل يومك اللي هو 24 ساعة ما تقدريش تعديه. دورك انك تدخلي الصخور الكبيرة داخل الطبق، وكل حجر بيمثل عمل مهم. مسكت صخرة مكتوب عليها Q2 اللي هو التخطيط والإعداد. لو احنا فاكرين طرق الأربع مربعات، فالQ2 اللي هو فيه المهام المهمة وغير عاجلة، دي أهم حاجة في إنك توصل للمهام طويلة الأجل. لا حولي. بتقول: ممكن اسيب المايك عشان تستعمل ايديها الاتنين. وبدأت تحشره جوه الطبق. مسكت حجر تاني مكتوب عليه العلاقات والعائلة، بتفضي مكان عشان تحط الصخرة التانية. بعد كده حطت صخرة المشاريع الكبيرة في الشغل، وفعلا بتحاول تزقها وتحشرها. بعد كده بتحاول صخرة كمان رابعة مكتوب عليها المجتمع والخدمات العامة والمسجد أو الكنيسة زي ما هو بيقول. عمالة تحشر فيها بالعافية. بيقول لها: حسيت بالإحساس ده قبل كده إنك عايزة تحشري وقت مهم ومش لاقية له وقت؟ قالت له: فعلا. شمرت إيديها وبتحاول بكل جهدها. مسكت حجر كبير، لكن طبعا باين ان ايه، مفيش داعي اصلا تحاول. فهو ارى الحجر ده مكتوب عليه سن المنشار، حجر سن المنشار.
طبعا سن المنشار ده مهم جدا جدا عشان تجدد نشاطك وتبدأ بفعالية، زي واحد مشغول ان هو طول الوقت مشغول مشغول وبيتنقل بالسيارة وبينسى يحط البنزين، في النهاية هتقف السيارة وشغله هيتعطل. يبقى لازم تجدد نشاطك، تجدد نشاطك، تشحن من تاني. برضو بترتب فيهم عشان ترصص حاجة جديدة، بتحاول بكل جهدها. بتشوف حاجة تقدر حجمها يكفي انها تدخل. قالت له ما فيش مكان، قال لها ما في مشكلة، انت ما تقدر، تقدر ما تحطيش صخرة الفرص الكبيرة، بس انت اللي هتخسري. وفي صخرة تانية مكتوب عليها كوارتر وان، اللي هي المهم والمستعجل. قال لها انت اهم زبون عندك في الشغل، اتصل بيكي وقالك لازم تكلميه، لو عايزة تسيبيها براحتك. قال لها انت كده سبتي الاجازات وما فيش صخرة انك وقت تفرغيه لنفسك، لكن هي لازم تملى الطبق، لازم تعبيه ل24 ساعة، لازم يخلصوا. فبدأت تعبي بالايه، بالحصى، بحيث الطبق يتملي. قالت لها انا هخليكي تفكري بطريقة مختلفة، انت عندك طبق فاضي بيمثل يوم جديد في 24 ساعة، تعملي فيه اللي تعمليه بحيث تعبي اكبر قدر من الصخور دي كلها. فقالت له خلاص هجرب ان انا احط الصخور الكبيرة الاول، اللي هي المهام الكبيرة، وبدأت ترصها فعلا. وبدأوا يخشوا واحد ورا التاني. والطبق أداهم، عضاهم كلهم فعلا، كل الحاجات الكبيرة. واحد ورا واحد بترصه. فالطبق قضاهم كلهم، كل الحاجات الكبيرة، ولسه فيه فراغ، بدأت تملاه بالحاجات الصغيرة، وتهز تهز تفضي مكان والطبق يتسع اكتر ويشيل اكتر. وتهز تفضي وتحط اكتر. فالطبق شال كل الصخور الكبيرة والصغيرة. في المرة الأولانية كانت مالة بالصغيرة ومفيش مكان للكبير. فالرسالة المهمة انك تبدأ بالمهام الكبيرة، ابدأ بيها وخلصها كلها، وهتلاقي مكان للأعمال الصغيرة، زي ايه، زي الفيسبوك، زي تفرج على فيلم وهكذا. بعدين هو قال لها حتى لو افترضنا ان الطبق مش كافي لكل شيء، فاحنا نقدر نشيل شوية من الحصى الأخضر، مش هتفرق معانا ومبقاش خسرنا حاجة، لأنها أصلا مش مهمة. والسلام عليكم ورحمة الله.